أيها السادة، ننتقل بكم الآن لنقل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول آخر مستجدات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. مساء الخير عندنا احنا، وصباح الخير عند حضراتكم يا فندم. ازاي معاليك يا فندم؟ ازاي حضراتكم؟ احنا مع حضراتكم ان شاء الله متابعين طبعا المستشار احمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات ومن غرفه عمليات الهيئه الوطنيه للانتخابات. يعني بطمن حضراتكم وبطمن من حضراتكم عن العمليه الانتخابيه وفتح المقرات ومتابعه العمل ان شاء الله. وبشكر حضراتكم طبعا في الاول، واحنا مع حضراتكم اول باول. يعني ممكن معالي السفيره هويده عصام، ممكن حضرتك تنقل لنا الصوره عند حضرتك، ايه الموقف وايه ابتدينا وفتحنا ولا لسه؟ شكرا يا فندم. احنا ابتدينا الساعه 9 بالظبط، النهارده يوم عمل في الولايات المتحده، كنا حضرنا انه يبقى الاقبال يعني مساوي لانه يوم عمل، فبل ضعيف الحقيقه الاقبال ما شاء الله، يعني حاجه مشرفه جدا. بعض اعضاء الجاليه وظموا نفسهم في اتوبيسات، دي اتوبيس ممتلئ يعني، ومنتظرين في الثاني اشهر الايام القادمه. الفطايق فعلا مرتبطين في موضوع الاهتمام بانه يبقى الاسم اللي في محل اقامه جمهوريه مصر العربيه. عندنا بطاقة واحدة بس كان في إقامة من خارج، الباسبور كان في إقامة داخل جمهورية مصر العربية، ومع ذلك ما ظهرش عدد البيان. والحقيقة كان متضايق إن هو ما شاركش، ولكن يعني قال ده دليل على حسن انضباط العملية يعني. فدي الحالة الوحيدة اللي ظهرت عندنا، غير كده يعني أقدر أنقل حد سريعا. اللجنة يعني في حالة يعني انتقالات فرنسا. تمام يا فندم. طبعا نقل شكرنا يا فندم للسادة الحضور، وبشكر حضرتك على المتابعة الجيدة. وعامة الموضوع اللي حضرتك أثرتيه ده هنتابعه ونشوف الموقف بشأنه إيه، وبرضه بطمن حضرتك بشأن أي بطاقة منتهية، حتى لو حضر بطاقته منتهية حضرتك موجود على قاعدة بيانات ويمكن من الإدلاء بصوته تيسيرا للمواطن. شكرا يا فندم، شكرا مع حضرتك. سيادة السفيرة ندى دراز، حضرتك ممكن برضو تنقل لنا الصورة عند حضرتك في المقر. زي ما السفيرة هويدة قالت، احنا اليوم عمل النهاردة، فلسه الإقبال ما هوش يعني كبير قوي. في بعض المواطنين وافدوا على مقر اللجنة، لكن احنا متوقعين ان يكون الإقبال أكبر بكتير خلال يوم السبت والحد. واحنا عارفين ان في ترتيب ان هيكون في أتوبيسات هتجيلنا بكرة وبعده ان شاء الله. ويعني حتى الآن لم تواجهنا أي عقبات فنية، والأمور ماشية على ما يرام. تمام فندم، مع الشكر. شكرا فندم، ربنا. بالنسبة لسيادة السفير محمد فخري، تفضل فندم في كندا، نقل لنا الصورة فندم. مساء الخير عند حضرتك. صباح الخير عند سيادتك فندم. احنا الحمد لله بدأنا الساعة 9 صباحا ايضا، وكله كان مشي كما يرام. كان في بعض الموضوعات الفنية ولكن تم حلها، ولكن الامور ماشية على ما يرام. عندنا الاعداد حتى الان، هو يوم عمل اعداد الاقبال يعني لسه ضعيف في ضوء يوم عمل، ولكن هنشوف الايام الجاية اعتقد هيزيد. واحنا في ضوء ان احنا الجاليه الكبيره عندنا هنا في كندا هي في تورونتو وميسيساغا، ففي متوقع اتوبيسات يعني كان في اتوبيسات الاحتمال الاكبر هتروح لمدينه اوتوا في ضوء ان هي اقرب. فهنشوف الامور هتمشي ازاي، واحنا في انتظار منسقين هنا لو في اتوبيسات هننظم الامور. بالتوفيق يا فندم. هو المهم في اي مشكلات فنيه عند حضرتك وعائق فني نقدر نتدخل فيه؟ هو الحمد لله الدعم الفني كان لازم، واحنا دلوقتي الامور ماشيه كما يجب. كان بس بعض الامور، لكن الامور تم تصحيحها
حضرتك. تمام يا فندم، احنا مع حضرتك ساعة في ساعة وان شاء الله بالتوفيق يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. سيادة السفير كريم أمين، فندم ممكن تحطنا علما بالموقف عن سيادتك؟ مساء الخير يا فندم. طبعا احنا برضو يوم عمل ابتدينا من 9 الصبح، والزميل محمد الحقيقه متواجد من قبل كده يعني، واحنا جاهزين زي ما حضرتك شايف كده عشان نكمل ل 9 بالليل. الحضور بغض النظر يا فندم عن الحضور، لان انا بسال على المعوقات الفنيه، ان كانت في اي معوقات او في اي حاجه نقدر نتدخل نذللها، وهي ده اهم حاجه عندي دلوقتي. بالظبط. لا كل حاجه ماشيه تمام الحمد لله، والجهاز شغال تمام، واحنا متابعين مع حضرتك. حد يجي لنا بعد صلاه الجمعه يا فندم. بالتوفيق يا فندم، وكل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا. سياده السفير يسري خليل، اتفضل يا فندم. طبعا مساء الخير عند حضراتكم. صباح الخير عند سيادتك يا فندم. تمام، وربنا يقويكم يا فندم اليومين دول والنهارده. ربنا يقويكم فعلا. احنا طبعا يعني لا حتى لا بالنسبه للمعوقات الشق الاهم، حتى الان ما فيش اي معوقات الحمد لله. احنا كالعاده فتحنا في المواعيد. انا الجاله عندي مش كبيره بس متقسمه على 3 دول، عندي جواتيمالا، السلفادور، هندوراس. في ناس قالت هتحاول تيجي، بس طبعا النهارده يوم عمل ومش متوقع ان يبقى في اقبال، احتمال بعد صلاه الجمعه. انما احنا منتظرين وجاهزين وكل حاجه تمام الحمد لله. تمام يا فندم، مع حضرتك احنا ساعه في ساعه، لو في اي مشكله فنيه في قراءه البطاقه الرقم القومي او اي استعلام خاص باي مواطن تقدم عن سيادتك في اي مشكله، انا مع حضرتك ساعه بساعه ان شاء الله، ونزلها على طول تيسير على المواطنين ان شاء الله. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. سياده السفير تامر ممدوح، ممكن يا فندم تحطنا ايه الموقف؟ مساء الخير سياده المستشار. صباح الخير يا فندم. تمام، النظام التسويق ماشي بكفاءه عاليه جدا، مفيش اي معوقات. الاقبال النهارده الحقيقه كان يعني مقارنة بعدد الجاية الأقبال جاية جدا، ما أنا كنتش متوقعه الحقيقة. وإن شاء الله زي ما الزملاء قالوا النهارده يوم عمل برضه في الإكوادور، فإحنا منتظرين يعني متوقعين إن شاء الله السبت والحد إن شاء الله يبقى فيه إقبال أكتر إن شاء الله. الحمد لله مفيش أي معوقات والأمور تمشي بشكل أكتر من ممتاز. هو الغرض يا فندم من اللقاء ده إن إحنا بنبتدي يعني نعمل نوع من أنواع متابعة فتح المقرات وتذليل اي عقبه قدام حضراتكم بشان التعامل مع المواطنين المقيمين في الخارج لتيسيرا لادلائهم بتصويت ان شاء الله. شكرا فندم. شكرا سياده السفير تاني. سياده السفير احمد حمدي، ممكن سيادتك بس تطلعنا ايه الموقف عند معاليك في بيرو؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. مساء الخير عندكم. صباح الخير عند سيادتك يا فندم. وصباح الخير للاخوه جميعا. اتفضل يا فندم. الزملاء الموجودين، لا ما فيش اي معوقات، الامور ماشيه كما يرام، ما فيش اي معوقات فنيه. لسه لغايه دلوقتي طبعا النهارده يوم عمل، طبعا احنا متوقعين بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. واحنا كلمنا مع الناس ونصحنا معاهم ان هيبقى في ناس كتير جدا هتيجي بعد الصلاه ان شاء الله. انما سو فار لغايه دلوقتي مفيش اي معوقات فنيه، وتم الفتح اللجان الساعه 9 كما هو مقرر. سيادتك عدلت بصوتك ولا لسه يا فندم؟ طبعا يا فندم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. تمام، بالتوفيق دايما يا فندم. بالتوفيق دايما يا فندم. لا بالتوفيق، احنا مع حضرتك، واي مشكله مع حضرتك على مدار الساعه بساعه ان شاء الله. مع الشكر يا فندم. شكرا. ألف شكرا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. سيادة السفير أسامة الهادي، ممكن يا فندم تطلعنا الموقف عن سيادتك؟ مساء الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني الموقف عندي يعني فتحنا اللجنة بتشاد الساعة 9 الصبح. تمام يا فندم. والأمور في الحالة الفنية الحمد لله الأمور ماشية يعني على ما يرام، الإقبال معقول لغاية دلوقتي، وإحنا طبعا النهاردة يوم عمل. واحنا متوقعين السبت والحد كمان، وبالذات الحد هيبقى فيه اقبال اكبر. تمام. ويعني بنعمل ان شاء الله الامور تسير بشكل كويس بالنسبه للمواطنين وادلائهم على الضغط. بالتوفيق ان شاء الله يا فندم، وشكرا لسيادتك يا فندم. شكرا. سياده السفير خالد شمعه في المكسيك، ممكن تطلعنا على الموقف عن سيادتك يا فندم؟ مساء الخير سيادة المستشار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، وصباح صباح على صباح الخير على سيادتك وعلى المقيمين الموجودين سيادتك. اللجنة الساعة 9 صباحا، ما في
مفيش اي معوقات فنيه، كل الامور بتسير على ما يرام. الامر الوحيد بس زي ما تفضلت السيده السفيره وايد عصام بخصوص مساله التسجيل، فبس استفسار، هل سعادتك ترى انه هذه النقطه هيبقى في امكانيه لعلاجها خلال اليومين دولت، ولا تمام هتستمر زي ما هي، لانها ممكن تؤدي بس الى بعض الايه سوء الفهم غير المطلوب يعني. لا انا اطمن حضرتك تماما ان انا مع حضرتك خطوه بخطوه، والحاله اللي سياده السفيره هويده طرحتها ابحثها بنفسي واحلها واختر حضرتها ايه الموقف بشانها. يعني اذا في هذه الحاله هيبقى سواء التسجيل في الخارج، تسجيل المواطن في الخارج او تسجيل في الداخل بعنوان في الداخل، هيكون له الحق في القصر طالما في له محل اقامه ثابت ومعلوم في جواز السفر، يبقى له مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. هي دي النقطة اللي أنا هحلها دلوقتي يا فندم مع سيادة السفيرة هواي. ووفقا لصحيح القانون يجب أن يكون له محل ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية. فهنحلها حالا دلوقتي فندم. إن شاء الله. تحت أمرك فندم. غير كده الحمد لله الأمور كلها بتسير تمام وموفقين جميعا. إن شاء الله فندم، تسلم، شكرا فندم. سيادة السفير حسام قويش هيوستن، ختامها مسك إن شاء الله فندم. تفضل. أستسمح سعادتك بس تقفل الصوت أو في حاجة، يعني في نوطي الصوت. أيوة. تمام تمام تمام. بدينا في توقيت الساعة 9 صباحا بتوقيت هيوستن، قامت اللجنة بافتتاحها والإجراءات طبقا لما ورد من التعليمات بحضور ممثلين عن احنا بقى لنا قد ايه كده يا فندم؟ احنا لسه بقى لنا قد ايه دلوقتي كده؟ نص ساعة ولا قد ايه؟ احنا بقى لنا ساعتين ونص. ساعتين ونص. تمام. بنشكر حضراتكم والدعم الفني، لما كان في اي طارئ بنتواصل وبيحلوا لنا المشكله. المنظومه الاساسيه شغاله والمنظومه الاحتياطيه شغاله، وفي اقبال طيب جدا اكتر مما توقعت البعثه، بما ان اليوم هو يوم عمل، ولكن اقبال طيب اكتر مما توقعنا، وفي حضور مميز ومن جميع الاعمار، وده شيء مبشر على الايام المقبله ايضا هيكون في حضور اكثر كثافه. واحنا بنشكر يعني كل الجاليه واعضائها اللي حريصين على القدوم للبعثه. بالتوفيق يا فندم لحضرتك، وبشكر حضراتكم تماما، واحنا متابعين مع حضراتكم ساعه بساعه، ويعني الشكر موصول. واي مشكله فنيه مع حضراتكم احنا موجودين على مدار اليوم لغاية ما نزللها إن شاء الله ونيسر العمل. وزي برضو ما بعيد الطرح مرة أخرى، أي مواطن معاه بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية حق له أن يدلي بصوته ويباشر حقوقه السياسية. بشكر حضراتكم جدا جدا، والتوفيق دائما، ودي مهمة قومية وأنتوا أهلا لها. تفضل يا فندم. ماشي. عفوا يا فندم، تفضلي. أحد مندوبي المرشحين للرئاسة طلب حصر يعني في آخر اليوم بالعدد تقريبا. لا يا فندم، هو هو تعليمات اللجنة العليا هو انها تفترض حصريا بذلك. انا بس بأكد على كده، هو صح قلنا لا يا فندم، لا يا فندم، هو فندم هو وفقا لصحيح القانون المنوط به هذا الامر هي مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات اعمالا لصحيح القانون. وانا بشكر حضراتكم جدا جدا وبالتوفيق، وانا مع حضرتك في اي حاجه، وبرضه هنتابع المشكله اللي طرحناها. شكرا يا فندم. بس انا برضه شكرا لكم، شكرا. ومبدئيا احنا ان هي اليوم تم غلق 29 مقر بتمام الساعة 9 بالتوقيتات المحلية للدول. ما زال قائم العمل في 108 مقر، وكده فتحنا بآخر النهاردة دلوقتي يبقى كل مقرات 137 تم بالفعل العمل بها. عندنا بس جنوب السودان نظرا لوجود حظر تجوال فبيتم الغلق الساعة 6 مساء. عندنا سيراليون برضو نفس الأمر، عندها حظر تجوال الساعة 9 مساء، فبالتالي هتقفل 8 مساء. وبالتالي يبقى كل مقرات 137 المتواجدة في 121 دولة
تم الفتح وتم مباشرة العمل بإدلاء التصويت المصريين المقيمين فيها، وبالتالي اكتمل جميع اللجان العمل، وهنكمل إن شاء الله وهنطلع حضراتكم بشأن اليوم الثاني واستكمالا لتصويت المصريين في الخارج. ومن هنا بحب أدعو كافة المصريين المتواجدين لمباشرة حقوقهم السياسية، وهذا حق أصيل كمواطن يحب وطنه، فبالتالي يتوجه ويدلي بصوته إلى في المقرات المعلنة وفقا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشكر حضراتكم للمتابعة، وهنطلعكم أول بأول على كل ما يرد إلينا. شكرا، شكرا سيادة السفرة جدا، وبشكر حضراتكم جدا جدا جدا. شكرا فندم، شكرا فندم.